للمسرح المحترف، وأشرفت وزيرة الثقافة والفنون مالكة بندودة على حفل الافتتاح الذي حضره العديد من الوجوه الفنية البارزة والشابة، كما كان فرصة لتكريم الكثير من الفنانين. يذكر أن هذا المهرجان يدوم إلى غاية 20 من هذا الشهر، وستتنافس فيه المسرحيات مشاركة في فئات مختلفة، بالإضافة إلى عرض مسرحيات خارج المنافسة. التغطية للزميل عبد الرحيم بنمري. سعيدة جدا أن المسرح عاد وهو أب الفنون، عاد إلى جمهوره اليوم من خلال الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح. هي عودة ميمونة، نستبشر بها خيرا لعودة النشاط وذهاب هذا الوباء علينا. طبعا الاحتياط يبقى واجب دائما وضروري جدا. اليوم تنطلق فعالية الدورة 14 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بمشاركة فرق مسرحية وتعاونيات. وتكريم ماشي معناتها خلاص مع السلامة، بالعكس هي نقطة انطلاق، التكريم هو مسؤولية. عودة المسرح بعد غياب هي عودة حياة يعني. المسرح الجهوي قلمة اللي مشارك به بلعبة العرج من إخراجي ومن اقتباس ربح وهدف. مبادرة طيبة والحمد لله كيعاودوا ولاو للمسرح باسكو عامين وهما حابسين، واليوم رانا فرحانين بزاف. توجت بالمرتبة الأولى في مسابقة أحسن مشهد تمثيلي للمنظمة من طرف المسرح الوطني الجزائري. نحن كجمعية ثقافية نبارك عودة هذا النشاط الثقافي بعد سنة أو سنتين من الركود الثقافي. هذا وأعلنت وزيرة الثقافة والفنون مالكة بندودة يوم 8 من جانفي من كل عام يوما وطنيا للاحتفال بالمسرح. يوم 8 جانفي أمم فيه المسرح الوطني وعلقت الراية الوطنية فيه يوم 8 جانفي 63، نريده يوما وطنيا للمسرح. هي مناسبة أخرى للاحتفال دوما بالمسرح الجزائري.